تشاهدون الآن. في فقرة الرحلة، فريق الجدعان ريل استيت يكشف أسرار تنفيذ مراحل مشروع الطريق الدائري الأوسطي، والذي يجوب القاهرة الكبرى بطول 200 كيلومتر ويربط العاصمة بالأقاليم والمدن الجديدة. النهاردة في فقرة الرحلة هنعرض لحضراتكم نموذج جديد من محاور الشبكة القومية للطرق، الطريق الدائري الأوسطي شريان حيوي عملاق، بتنفذه الدولة بطول 200 كيلومتر لدعم منظومة الطرق بمناطق القاهرة الكبرى وربط العاصمة بالمدن الجديدة في زمن قياسي. كمان مشروع الطريق الدائري الأوسطي مصمم بمعدلات الأمان العالمية، وبيضم 8 حارات مرورية بمعدل 4 حارات لكل اتجاه، وده له دور كبير جدا في تحقيق السيولة المرورية، وكمان ربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى مرورا بطريق الإسماعيلية الصحراوي ومدينة العبور الجديدة وحتى طريق الفيوم الصحراوي وطريق الضبعة. وده معناه توفير في زمن الرحلة وتسهيل في حركة المرور وتحقيق التنمية المطلوبة. وبالمناسبة الدولة كمان قدرت لغاية دلوقتي تنفذ حوالي 147 كيلومتر من المشروع، واللي هيربط بين الطريق الدائري القديم اللي بيشهد حاليا أعمال توسعة والطريق الدائري الإقليمي، وده اللي عرفناه من المهندس أحمد حسن خليل خبير التنمية العمرانية ورئيس القطاع الهندسي بشركة LMD. تعالوا نفهم منه تفاصيل مشروع الطريق الدائري الأوسطي. لقاء جديد ورحلة جديدة في فقرة الرحلة، يا ترى رحلتنا النهاردة هتبقى فين؟ أنا النهاردة احنا عايزين نتكلم ونوضح للمصريين النهاردة على طريق هو طريق الدائري الأوسطي. طريق الدائري الأوسطي طريق مهم جداً، طوله حوالي 147 كيلو اللي تنفذه لغاية دلوقتي، هو مفروض أن يوصل لغاية حوالي 200 كيلو، تم تنفيذ المراحل بتاعته عدا مرحلة واحدة بطول 147 كيلو. طريق ده يا سراج عبارة عن طريق اتجاهين، كل اتجاه 4 حارات لكل اتجاه، غير ان هو طريق حر، غير ان عنده طرق سطحية بتخدم على الطريق دوت من 2 لـ3 حارة لكل اتجاه. الطريق ده احنا عندنا كلنا عارفين ان احنا عندنا طريق الدائري حوالين القاهرة الكبرى، وعندنا طريق اللي تم اكتماله من المرحلة الأولى برضو للشبكة القومية للطرق اللي هو الطريق الدائري الإقليمي. بقى عندنا ما بينهم طريق الدائري الأوسطي. ما بين الطريق الدائري حوالين القاهرة الكبرى للطريق الدائري الأوسطي من 20 لـ30 كيلو، ونفس الكلام من 20 لـ30 لـ40 كيلو طريق الدائري الإقليمي. بيبدأ الطريق الدائري الأوسطي من تقاطعه مع طريق إسماعيلية الزراعي في منطقة، عندنا منطقة مشتول ومنطقة المنير في جنوب محافظة الشرقية وشمال محافظة الألوبية، منطقة أبو زعبل ومنطقة عرب العريقات، مرورا شرقا لغاية لما يروح لمدينة العبور الجديدة. بسرعة كده نبص عليه، وبعد كده يتقاطع مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بعد كده يتقاطع مع طريق السويس الصحراوي، بعد كده يتقاطع مع يخدم منطقة شرق القاهرة الجديدة ومنطقة جنوب العاصمة الإدارية الجديدة، لغاية ما يتقاطع مع طريق القطامية العين السخنة، وبعد كده يعبر النيل في جنوب القاهرة عند مناطق حلوان، يوصل لغاية لما يتقاطع مع طريق الفيوم الصحراوي مرورا ان هو يروح غربا لغاية ما تقاطع مع طريق الضبع. ده طريق لافف حوالين القاهرة الكبرى، ولكن تعالى نشوف اهميته، كانت الحركة ازاي في المناطق اللي خدم عليها قبل ما يتنفذ وبعد ما يتنفذ. هناخد منطقة مشتول السوق ومنطقة جنوب محافظة الشرقية ومعاها شمال محافظة الألوبية. المنطقة دي لو كانوا عايزين ينزلوا مدينة نصر، ولا عايزين يروحوا القاهرة الجديدة، ولا عايزين يروحوا بعد كده العاصمة ولا أي منطقة، كان هيمشي إزاي؟ كان هيمشي على طريق إسماعيلية الزراعي اللي هو طريق اتجاه واحد عليه الحركة للاتجاهين، طريق مفرد اتجاهين، يفضل نازل في كل حوالي 500 متر لكيلو قرية عليها مطبين. تخيل ان هو هياخد الحركة دي لغاية لما ينزل لغاية مسترد عشان ياخد الطريق الدائري حوالين القاهرة الكبرى، وكده يمشي على طريق الدائري القاهرة الكبرى، وكده يا اما ياخد طريق القاهرة الإسماعيلية، يا اما ياخد طريق السويس، يا اما هينزل على قلب القاهرة. ده كانت الحركة اللي من المنطقتين دولت زي ما احنا شايفين. الرحلة دي طبعا احنا بنتكلم من 2 لـ3 ساعات، مش اقل من كده. طب لما اتعمل الطريق الدائري الأوسطي، الناس الأهالي من هنا هياخدوا الطريق الدائري الأوسطي، عايز يروح مناطق شمال القاهرة جسر السويس والمصر الجديدة ينزل على طريق الإسماعيلية،
طب عايز يروح مناطق التجمع ومناطق شمال مدينة نصر هينزل على إذا كان 90 الشمالي أو 90 الجنوبي. طب عايز يكمل ويروح لغاية حلوان، خلاص هيكمل من الطريق لغاية لما يروح لغاية منطقة حلوان. تعالى برضو يا سراج نشوف منطقة تانية إزاي استفادت من الطريق الدائري الأوسطي. منطقة أهالينا في الحوامدية، منطقة أهالينا في أكتوبر وفي الشيخ زايد، لو عايزين يروحوا منطقة المعادي، منطقة حلوان بدون دائري أوسطي كان يعملوا إيه؟ فكر كده معايا إن هو كان محتاج ينزل لغاية لما يروح لمنطقة المنيل، بعد كده يعدي النيل من على كوبري المنيل، أو يطلع لغاية الدائري عشان يعدي فوق الدائري من منطقة بحر الأعظم عشان يعدي على الدائري، وبعد كده يجي من على الدائري ينزل على الكورنيش يبدأ يروح المعادي حلوان، يبدأ يروح لمناطق جنوب الجيزة. ولا مناطق حلوان والمعادي عشان يروح أكتوبر، لا هيروح إزاي؟ يوصل رايح لغاية زي ما قلنا لغاية مصر القديمة، وبعد كده أو على الطريق الدائري، يعني يطلع من حلوان يروح لغاية الدائري أو لوسط البلد ويمشي ويرجع تاني. أما دلوقتي كل المناطق بتاعت الأكتوبر والشيخ زايد كلهم يقدروا يروحوا من هنا، مش بس لغاية حلوان، ولا من الحوامدية يروح لغاية حلوان، ده يقدر يروح لغاية العاصمة الإدارية ويقدر يروح لغاية منطقة القاهرة الجديدة. الحاجة التانية اللي موجودة وفي ناس كتيرة يمكن ما تعرفهاش وهنقولها دلوقتي، هي إن في ربط مهم جدا ما بين الدائري الإقليمي ما بين الدائري الأوسطي. لو الناس المتوجهين اللي جايين من القصر الشمالي جاي من عن طريق مصر اسكندرية عن طريق الدائري الإقليمي، في ناس بتستصعب الحركة دي لأن هو بيلاقي نفسه بعد عن منطقة القاهرة الجديدة، لا لو جه هنا بعد ما يعدي البوابة بتاعت منطقة بلبيس هيلاقي فيه وصلة موجودة داخل مدينة العبور الجديدة، يقدر بالوصلة دي يجي على الطريق الدائري الأوسطي ويقدر ينزل على طول على شمال منطقة القاهرة الجديدة والتجمع. ده من الطرق العظيمة جدا 147 كيلو. المرحلة التانية بتاعته مفروض ان هو هيمتد من طريق مصر إسماعيلية الزراعي لغاية طريق شبرا بنها وطريق اسكندرية الزراعي، ودي المرحلة دي هتبقى مرحلة ربط مهمة جدا احنا محتاجينها. النقطة التانية لما راح لغاية طريق الضبعة نقدر نرجع شرقا في طريق الضبعة وابدأ اخد طريق اسكندرية الصحراوي واقدر اطلع على اسكندرية. ده الطريق ده من الطرق المهمة جدا اللي احنا كمان بنأكد عليه، ان احنا الناس اللي بتطلع الساحل الشمالي واسكندرية من منطقة شرق القاهرة ده أفضل طريق يقدر يسلكه لغاية لما يروح على طريق اسكندرية الصحراوي دون الدخول، ولا ينزل وسط البلد، ولا يمشي على الدائري، ولا يروح محور 26 يوليو اللي مقفول دلوقتي، ولا هو في العودة من على طريق مصر اسكندرية الصحراوي ياخد طريق الضبعة، ومن طريق الضبعة ياخد طريق الدائري الأوسطي ويبدأ يجي يخش على مناطق شرق القاهرة. بس النهاردة احنا بنلاقي ان الطريق الدائري الأوسطي بيقف عند طريق الضبعة، مع اني لو كمل حاجة بسيطة للطريق الصحراوي ده هيسهل الانتقالات لناس كتير. فعلا يا سراج، وانا من البرنامج هنا بندعو المختصين لضرورة دراسة ربط الطريق الدائري الأوسطي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، حتى والمسافة مش كبيرة، والمسافة مش كبيرة، وحتى اليفط تبقى موجودة الإرشادية كاملة بتوضح ازاي نقل الحركة من طريق مصر اسكندرية الصحراوي لطريق الدائري الأوسطي، وكمان نرجع التفكير تاني في الوصلة اللي ما بين طريق مصر اسماعيلية الزراعي وطريق شبرا بنها وطريق اسكندرية الزراعي. الوصلة دي من الوصلات المهمة اللي عليها طلب نقل غير طبيعي. اكتمال الجزئين دول مع ان مسافتهم مش كبيرة لكن هيوفروا مجهود وتعب لناس كتير، ويعمل تكامل للشبكة كلها، وده طلب نقل واضح وكان ليه دراسة قبل كده، يمكن يكون من ضمن المراحل المستقبلية اللي هيتم تنفيذها. سعداء جدا بشرح حضرتك المفصل للطريق ده، وان شاء الله لينا لقاءات دايما متجددة في برنامج الجدعان ريل ستيت وفقرة الرحلة ان شاء الله. وشكرا يا سراج. الشبكة القومية للطرق مشروع ضخم بيتنفذ على أرض مصر، وتنمية حقيقية لقطاعات كتير، زراعة، صناعة، عمران، وكمان طرق ومحاور ضخمة بأعلى المعايير. وده كان آخر كلامنا النهاردة. هنستنى أسئلتكم وآراءكم واقتراحاتكم على صفحات البرنامج. استنونا يوم الحد الجاي الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان ريل ستيت.